نبداو بالحاله الاولى. هنايا غادي نشوفوا هنايا كانت العرقله عاديه للاعب مقدم للاعب الافريقي ديال فريق المولوديه الوجديه، ولاعبين اخرين اللي ارتكبوا عليه خطا. هنايا الحكم ما انتبه شيء لذاك الخطا، هنايا غادي تمشي شوف هنايا خطا عادي. انا بالنسبه لي كاين عرقله، ما كاينش تكسير فرصه واحده، ان اللاعب استفاد من الامتياز، ما كاينش تدخل بتهور اللاعب. هنا كان خطا اللي كان ممكن انه هنا ديال الحركاس هنايا اللاعب انا باليد ديالو على مستوى البطن. هنايا الحكم انه كيمشي وكيوجه انذار للاعب مقدم، انا اللي اعتبر انه انذار غير المستحق في هذه الحاله. شوفوا الحاله الثانيه هنايا ديال هنايا ديال فريق الرجاء الرياضي، وهنا غتكون هناك ركله جزاء وكاين دفع ديال اللاعب هنايا على مستوى الحارس. هنا في الديبار انه في الانطلاق ديال الكره غادي نشوفوا اللاعب هنايا كان متسلل، وبالتالي انه كل ما ياتي من بعد الحاله ديال التسلل هنا غادي نشوفوا الحكم المساعد السي الحسن ازكا، وكان متوقع انه طبق البروتوكول ديال الفار اللي هو خلى الهجمه تكمل في هذا الاتجاه، وهنا غادي يعلن على التسلل، وبالتالي هنا لا وجود لركله جزاء. هنا كنرجعوا للخطا الاول. هنا غادي نشوفوا هنا تدخل ديال اللاعب ديال المولوديه الوجديه، وهنا باش غادي نفتح هذا القوس هنايا، لان هنايا كان تدخل بتهور، وغادي نفسر علاش انه ما كايناش الورقه الحمراء في هذاك، وبالتالي انا كنشوف وحده مماثله غيدخل هنايا، انه كان مشى على الرجل ديال اللاعب هنايا، لان ما كانش هناك ضغط ديال على الرجل ديال اللاعب. هنايا الحكم انه ترك الكره ديالو هنايا، هو مشى ديال لانه مشى هذاك، ما كانش الضغط على المستوى، لان كان على مستوى الوجه ديال القدم. هنا اللاعب غادي الحكم غادي يوجه انذار اللاعب رقم 29 من فريق المولوديه الوجديه، وهذا انذار مستحق، وهنايا يحق الغرفه ديال الفار باش ما تدخلش. حنا غنشوف مقابلات اخرين تدخلات الغرفه ديال الفار في حالات بحال هكا، وهذا اللي كيدخل الشك للمتابع الوفي. اكيد غنشوفوا هذه الحاله هنايا، غادي نشوفوا هنايا كذلك ركله جزاء، هنا دفع ديال اللاعب ديال فريق الرجاء الرياضي والاسقاط ديالو داخل منطقه الجزاء. هنا بعد الفحص هنايا نشوف اللاعبين ديال مولوديه وجده ان الحكم ما خلاوش للحكم الفرصه حتى باش انه يعلن هو عندهم على التسلل الصافره. هنايا غادي نشوفوا هنايا الحسن ازكا وفين كيتواجد، وهنايا اللاعبين اللي كيتواجدوا في موقف ديال التسلل. هنايا كل ما غيجي من بعد هذه الحاله هنايا يعتبر هنايا غنشوفوا العمليه ديال الدفع والاسقاط. هنا الحكم مشى مع القرار ديال الحكم المساعد اللي كان محق. هنا غادي نشوفوا هنايا من القرارات الغريبه في هذه المساله، هنا غنشوفوا من هنا بدات البوليميك. هنا البوليميك غادي يبدا، وهنا غتبدا القيل والقال، لان الحكم هنايا بالنسبه ليا كبرات عليه المقابله، هنا كبرات المقابله. كندوز بريمير ميطون عاديه. غادي شنو وقع هنا غادي نشوفوا. انا بالنسبه ليا هذا التدخل الا ما قدرش الحكم انه بالنسبه ليا يشوف هذه اللقطه بالشكل الجيد، هنايا غنشوفوا، لان اللاعب ديال فريق الرجاء الرياضي هو اللي غادي يرتكب المخالفه هنايا والاسقاط ديالو. هنا الحكم شاف العكس ويعلن على ركله جزاء لصالح فريق الرجاء الرياضي. هنايا نوهوا بالتدخل ديال الغرفه ديال الفار، هنا اللي غتدخل الغرفه ديال الفار في حينه، وغادي تستدعي الحكم. هنا كتشوف الحكم كيفاش كيتجاوب مع الغرفه ديال الفار، كتحس بان ما كاينش ذاك التجاوب، ما كاينش ذاك التوافق بين الغرفه ديال الفار، حتى الحكم انه من الوجه ديالو باين معصب. هنا لان خص يكون ذاك لونتونت، خص يكون ذاك التوافق بيناتهم. هنا يشوف اللاعب ديال فريق الرجاء الرياضي هو اللي جعل الرجل ديال لاعب فريق المولوديه الوجديه امام انظار الحكم، لان الحكم قريب من الحاله ويمكن له يشوف هنايا ان هنا منين شاف التدخل ديال الغرفه ديال الفار انها وراته الزاويه اللي خصها يشوف منها، وبالتالي تراجع على القرار الاول وكيعلن على الخطا ضد فريق الرجاء الرياضي. هذه كذلك لقطه اخرى غادي نشوفوا هنايا تدخل ديال اللاعب حركاس، وهنايا هذيك من المسائل اللي هنا يشوف هنا تدخل ديال اللاعب حركاس. هنايا تدخل ديال اللاعب هنا كيتسمى يعتبر هذا خطا جسيم. وعلاش هنايا غتقول لي الفرق شنو الفرق بينه وبين الاخر؟ هنا الرجل ديال اللعاب انه مهزوزه، كنشوفوا الثقل ديال الرجل
محطوط فوق المولي، فوق المولي ديال اللعاب، لان ممكن يشرق له المولي ديالو بالكرون بول اللي كيكونوا عنده، ممكن يطرطق له لي ليغامون كروازي ديال اللعاب، طوندون داشي ممكن ديال ممكن ديال هنا هنا الخطوره ديال التدخلات. انا هنايا ما فهمتش هنا الغرفه ديال الفار لماذا لم تتدخل في هذه الحاله. انا بالنسبه لي كنت كنتمنى من الغرفه ديال الفار لانها عندها زاويه ديال الرؤيه جيده واللقطه واضحه قدامها. هنايا هنايا بالنسبه لي انا دازت مرور الكرام، هنايا هنا الحكم هنايا غادي يكتفي فقط باشاره لانه اللاعب حركاس انه ذكي، انه بين بانه مصاب وساقط على الارض في هذه الحاله. لانه شنو المسائل اللي خلات كتبان حركاس انه تاثر؟ لانه ديجا كان هو مهدد في حاله الى تلقى بطاقه صفراء ما غاديش يكون في المقابله ديال الغد، ولكن الاخطر من هذا هو ان الحاله تستحق بطاقه حمراء مباشره. علاش؟ لاننا تابعنا ثلاثه ديال الحالات حتى الاربعه، كاينه كاينه حاله ديال جلال الداودي، حاله ديال النمساوي، وحاله ديال هيثم عينه. هادو ثلاثه ديال الحالات نفس الحاله مشابهه، وكلهم على ما اظن كلهم دخل فيهم الفار. نعم كلهم ثلاثه دخل فيهم الفار، لان ما فهمتش انا الحكام ربما حيت بحال هاد اللقطات هادو كيجيو في لاكورس، ما كتقدرش تبان بالعين المجرده ولا بهذيك الطريقه بسرعه اللي خصو يلتقط الحكم، كتكون هنا ما تدخلش الفار، خدا اللاعب بطاقه صفراء. هنا خالد انا بالنسبه لي علاش الغرفه الفار ما كتدخلش؟ انا بالنسبه لي اللقطه واضحه لا تحتاج، ربما هي اوضح من اللقطه ديال هيثم عينه اللي كانت جات من اللور. وانا كنشوف انا بالنسبه لي الحكام لم يعودوا قادرين على اكتشاف الخطا. دابا تصور كون ما كانش عندنا هذا الفار كيفاش غادي نوصلوا في هذه البطوله ديالنا؟ شو شحال ديال الحالات اللي غادي تدوز؟ صفراء هذاك بيلانتي، هذا هو الاشكال اللي غادي نعيشوه. دابا بالنسبه لي هنا الحكام ما بقاتش عندهم ذاك الجراه، ما بقاتش عندهم الشجاعه، وما بقاش عندهم ذاك التقدير الجيد للحالات. خالد هذا هو المسائل. انا بالنسبه لي هنا كنرجعوا للجهاز الوصي باش انه يمكن له يدخل تقنيا. غنشوفوا الحاله الاخرى وهي الاعلان. هنا نتمنى من المشاهد الوفي يتبع معايا هنا، شوف الحكم هنايا في الاشاره ديالو، هنايا الحكم قال بانه ما كاين والو. وهنا نتمنى ان اللي غيتبع معايا الحاله انه شاف الحاله من بعد منها مباشره، هنايا غادي يعلن الاتجاه ديالنا. غادي تقولوا لي شنو وقع هنايا؟ الحكم مساعد الاول لحسن ازقاولي، من خيره المساعدين اللي كاينين في المغرب اللي كيلعب في لعب دور كبير في هذا المقابل ديال 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 رضوان جيد. هنايا كانت انا عمليه ديال لمس الكره باليد، ولو انه حاول يهرب اليد ديالي لان كانت عنده المسافه اللاعب مقدم. هنايا شوف هنايا ديال هنايا مادام انه اعتبرها لمست يد هنايا الحكم انه اللاعب كان يستحق عقوبه انضباطيه اللي هي الانذار، وكان عنده انذار غير مستحق بالنسبه لي نفسه، ولكن كان عنده انذار في هذه المقابله، بمعنى كان غادي يعطيه انذار ثاني وغيطرد. مادام ان الانذار الاول خداه هو، فالانذار الثاني غادي ياخذه واحد اخر. لا ولكن ماشي في هذه الحاله، ماشي على هذه الحاله. لما غادي يرجع من الفار غادي نشوفوا الصفر. انا غنشوف هنايا خالد، انا بالنسبه لي هنا الحكم انه في الاول ما خداش القرار، من بعد ذلك مشى. هنا غنشوفوا تدخل ديال الغرفه ديال الفار، هنا غتدخل الغرفه ديال الفار في تدخل غير مفهوم انا بالنسبه لي، او لا يمكن عندهم شي حاجه. وهنا غادي نرجع لهذه المساله خالد، هنا في هذه الحاله هنايا غادي نرجع لها. ها هي هذه الحاله هنا واش من اليد من الفوق ولا لا؟ من ماشي اليد من الفوق، لان هنا غادي نرجع السنة الماضية، السنة الماضية في المقابلة اللقطة ديال اللاعب حيمود في المقابلة ديال المغرب الفاسي مع الوداد، أنه المديرية ديال التحكيم كانت أقرت بأنه هذيك اللقطة ماشي فيهاش ضربة جزاء، ويمكن لأن الحكم حمزة الفارق هو اللي كان في الفار في ذاك المقابلة، بمعنى أنهم زكاوا القرار ديالو، يمكن بغى يمشي منسجم مع القناعات ديالو أو دخلات له في الدماغ ديالو بأنه هذيك لمست يد راه لا تعتبر معاقبة. لأن اللي سمعت عليها الهضره العام اللي فات ما سمعش لان سيبورتاوه. يعني طرقوا لي القرار ديالي، يعني انا هذه ماض ديالو. يمكن هذيك المساله اللي خلاته باش انه يتدخل في هذه المساله. هنايا الحكم رغم انه غادي يمشي وغادي يشاهد اللقطه انه ما غيمشيش مع القرار ديال الحكم المساعد ديال الفيديو، وسيقر هنا غادي يمشي اللاعب بدوي، لان بدوي مشى كيحفر في ذاك النقطة ديال الجزاء ديال هنا. علاش عطاه؟ لأن يمكن كانت كومينيكاسيون من المساعد الأول، شاف
الحالة شنو وقع فيها، لأنه الحكم جا كيجري بأن عنده اون انفورماسيون، عنده خبر باش أنه غيتدخل. غنشوفوا هنايا وباش نبقاو، لا غير باش نبقاو في الحالة. الله يخليك الموجع، مقدم ما كيستحقش هنا العقوبة الانضباطية. هنا خص الإنذار فادي، ما تعطاش، ما تعطاش الإنذار، لأن هنا لما دابا انك اعترضتي الكره باليد ديالك انك تعتبر انها تكسير فرصه واعده في هذه المساله، لانه الكره غاديه للزملاء ديالو لعب انستانونتي جو كيتسمى انونتي جو. هنا علاش وقفنا هذه؟ لان هذه غادي تجبد لنا حالات اخرى اللي غادي نتكلموا عليهم. هنا غنشوفوا لاعب هو من وجد داخل، لاعب من الرجاء، لاعب كذلك من الرجاء، وهنا كداخل ملي كيدخلوا المدافعين المهاجمين كيكون عندها قرار اخر، غنجيو له في حينه باش الشيء بالشيء يذكر. هنا مع ذلك الحكم لم يعد كذا وكذلك، لم تتدخل غرفه الفار، هنا خصها تعاود غير باش يكون. انا نتمنى تكون القرارات موحده بين جميع اللاعبين. نشوفوا هنا اللقطه الاخرى، وهذه من المسائل اللي هي مثيره في هذه المساله. هنا غادي نشوفوا هنا الخروج ديال حارس المرمى مهدي مفتاح، مهدي مفتاح، ونتمنى هنا نشوفها خالد هنايا كيفاش الكره هنا غتضرب في الوجه ديالو المره الاولى هنايا، وغتولي تضرب في الوجه المره الثانيه، بمعنى ما كاينش هناك لمسه يد ديال اللاعب. هنا كتبان اوضح، هنا اوضح، هيا هيا في الوجه، شوف الثانيه في الوجه. انا نتمنى تشوف معايا غير اللاعب الاخر، اللاعب ديال فريق الرجاء الرياضي اللي بغى يدخل بيناتهم، بمعنى ما ترتكبات عليه حتى شي مخالفه، غير باش لنا بعض الاخوان كيتصلوا كيقول لك بانه راه صفر على الخطا، اللاعب لما ترتكب عليه مخالفه، هو دخل بين اللاعبين ترمى بيناتهم وما كاينش هنايا. هنا غادي نشوف شنو غادي يجيب هذا القرار، شوف هذا القرار شنو غادي يجيب هنايا بالنسبه لي وخالد. هنا غادي يعطي الانذار للحارس غير مستحق، شو اللاعبين كيفاش كيحتجوا، شو اللاعب الدحماني الطريقه ديالو باش كيحتج على الحكم. ان بالنسبه لي هذه حبيب الله الدحماني كان شويه زايد فيه في هذا الماتش. شوف خالد بعض الخطرات قرار ديال الحكم انه هو اللي كيبروفوكي كيبروفوكي وكيأجج الوضع. انا بالنسبه لي هنا باش كيخلي الامور انها تمشي في هذا الاتجاه، هذا ركله هذا الخطا غادي يعطي كورنير، وغادي يعطي ماشي هو الكورنير اللي تسجل منه الاصابه، غير باش نوضحها لبعض الناس لانهم تفهم الكلام ديالي بانني كنقول بانه الهدف غير شرعي في هذه المساله، لانه جاء انطلاقا لان هذاك الخطا جاء عليه كورنير، وجاء كورنير اخر اللي جاء في هذه المساله الكورنير الثاني. الكورنير الثاني هنا غادي نشوفوا هنايا تنفيذ ديال الزاويه. نتمنى من المتابعين يتبعوا معايا هذه الحاله هنايا. هنايا شوف الحكم المساعد، كنت كنتمنى ان مسي هشام اي تعبو كحكم دولي مساعد انه يبقى في العصا ديال الكورنير، لانه يبقى مع المدافع ما قبل الاخير هنايا. ما عرفتش لماذا علاش انه دي بلاصه تقريبا بواحد جوج ديال المتر انه دخل، وهنايا غادي نشوفوا خالد هنا غادي يضربها حركاس وغتضرب في لاعب اخر. هنا الحكم المساعد هو اللي غادي يتدخل بالرايه ديالو هنايا، شوف معايا خالد هنايا، شوف هنا الحكم المساعد غيتدخل. حنا غادي نشوفوا نحاولوا نوقفوا الكره باش اننا نقربوها للمشاهد الوافي في هذا الاتجاه، باش نشوفوا الكره واش دخلات او لا ما دخلاتش. شيء هنايا هذه هي الصوره اللي متوفره عند الجميع بالنسبه لنا، لان هنايا تدخل ديال مهدي مفتاح، وشفنا حالات في كاس العالم كيفاش انها كتكون بمليمتر جوج المليمتر. هنا كتبقى المسؤوليه على الحكم والمسؤوليه على الغرفه ديال الفار التي اقرت الصوره اللي متوفره لنا هي هذه، ان ما يقدرش شي واحد يجزم ويقول لك واش هذه ما كتجزم غير هذيك الكره الذكيه او لا او لا او لا هذا في هذه المساله. ولكن السؤال المطروح انا بالنسبه لي هو الحكم المساعد الثاني السي هشام اي تعبو راه فين واقف؟ انا بالنسبه لي ها هو فين هز الرايه ديالو، نتمنى انهم يعني هذاك البوزيسيونمون ما يعطيش صوره صعيب انك باش تشوف من تما كتشوف لوبليك، كتشوف لوبليك من تما كتشوفها بداك الشكل انك تبان لك هذا، الا كنتي واقف في العصا ديال الكورنير خصك تكون واقف هنا بالنسبه للحكم المتابع باش يمكن له يشوف الكره واش تجاوزات ولا ما تجاوزات. انا بالنسبه لي هنا المسؤوليه ديالو كتبقى فيها. غنشوفوا اللقطه الاخرى هنايا ديال هنايا مطالبه اللاعب بوزوق بركله جزاء، هنا غيحاول يضرب يراوغ اللاعب، ونتمنى ان الاخوان اللي كيقولوا كاين هناك الجزاء يشوف اللاعب ديال المولود ديال الوجه ديالو كيحط الرجل ديالو، بوزوق هو اللي كيمشي كيحاول يبروفوكي لو كونتار البينالتي، كيحاول يبروفوكي لو بينالتي. هنا علاش عاودتها بزاف هنايا باش انا نقربوا، هنا ما كاينش ركله جزاء في هذا الاتجاه، وما كاينش سيميلاسيون
هنايا انه كيحاول انه يصطاد الحكم، الحكم كانت عنده زاويه رؤيه جيده، هنايا امر بالاستمراريه ديال اللاعب، لا وجود لتدخل انه العرقله ديال اللاعب ديال فريق المولوديه الوجديه. هنا نتمنى انه كذلك من المتابعين انهم يشوفوا هذه الحاله، وهذه المره الثالثه كنجبدوها، جبدناها في المقابله ديال الجيش الملكي والفتح الرياضي، جبدناها في المقابله ديال وجده والجديده، وغادي نشوفوها هنايا. نتمنى ان من الحكام باش يشوفوا دوك لي ديويل اللي كيكونوا بين اللاعبين، وكذلك الغرفه ديال الفار انها تنتبه. هنا خالد شوف هنايا معايا، ها هو اللاعب الافريقي هنايا، هنايا اللاعب، ها هو اللاعب الافريقي هنايا، هنا اللي غادي يشوف معايا هنايا عمليه ديال مسك من لاعب حركاس هنايا، والاسقاط ديال اللاعب الافريقي داخل منطقه الجزاء هنايا. تتمنى انه الغرفه ديال الفار تكون عندها الجراه، تكون عندها الشجاعه وتتدخل في هذه الحاله. هنايا هنايا كان عمليه ديال مسك واسقاط، لانه بلاكه هنايا هي واضحه، اللعبه ديال المسك ديال لاعب حركاس على اللاعب الافريقي ديال فريق المولوديه الوجديه، وبالتالي كاينه ركله جزاء هنايا مستحقه لصالح فريق المولوديه الوجديه، ما قدرش الحكم انه يصفر عليها، وكذلك الغرفه ديال الفار ما كانش عندها الشجاعه ديالها والجراه ديالها باش تدخل في هذا الاتجاه وانها تعلم. نشوفوا هذه اللقطه ديال هذه، ولا باش نحدوا، شوف التدخل ديال اللاعب الهابطي هنايا، غادي يسقط اللاعب وغادي يكون هناك اون كونتر اتاك، غير باش نفسروا هذه المساله، وغيجي عليها الهدف الثاني ديال فريق الرجاء الرياضي، وغادي نفسر واحد المساله باش نوضحها، لان باش ما يتفهمش الكلام ديالي خطا ويتاول في هذا الاتجاه هنايا. انا بالنسبه لي هنا غيتبعوا معايا الحاله، فعلا كاين الخطا، ولكن الحاله هنا شوف هنا كاين خطا، كاين دفع، دفع هنايا في هذه المساله في حق المهاجم ديال هنا، باش نعطيو لكل واحد الحق ديالو. هنا الغرفه ديال الفار ملي كتمشي كتلعبها، وغادي يلعبها اللاعب ديال المولوديه الوجديه، غادي يولي يلعب الكره، ملي كتلعب بواحد الوقت معين الكره وكيولي يلعبها لاعب اخر، ما كتبقاش الحق عند الغرفه ديال الفار باش تدخل وتعيط له تقول له راه داك الهدف كون خرج اللاعب ديال المولوديه الوجديه، كون خرج للشرط صافي، خرجت ديك الساعه للشرط، ديك الساعه ديال هنا بالنسبه لي باش ما نقولوش هذاك، ولكن كان هناك خطا واحد، لان الحكم هنا فقد التركيز ديالو، فقد السيطره ديالو على المقابله، ويمكن لانه حتى البعد ديالو على المنافسه من الدوره سبعه، ما قاد حتى شي مقابله في البطوله الاحترافيه ديال النخبه الاولى، انه يمكن ما بقاش عنده دوك لي ميكانيزم ديالو. هنا غادي نشوفوا كيفاش غادي الهبطي، غادي يعطي الباسا، وبالتالي انا بالنسبه لي باش ما كنقولش بانه هذا الهدف غير شرعي في هذه المساله، لهنايا تدخل ديال الفار ما كاينش فيها.